فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم من أنكر أن يكون اليهود والنصارى كفارا وقال: بل سموهم أهل كتاب فقط كما سماهم القرآن؟ الله سماهم كفارا وسماهم أهل كتاب، لم يكن الذين كفروا ما من إيه؟ من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، فأهل الكتاب منهم كفار لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.